البلبلة دايما من النجوم اللي بتحافظ على أناقتها وشكتها. يعني حتى لو جايه لها ست صحفيه في البيت عشان تعمل معاها حديث لازم تكون على سنه 10، وانا شفت الموضوع ده بنفسي. فيعني تعليقك على ده ايه؟ لا، هو انا اتعودت ان انا لازم ابقى يعني اضعف الايمان، ابقى يعني انا احساسي ان هو الفنان او الفنانه، يعني انا كممثله لابد ان انا ابقى في شكل بصفه مستمره انا ارضى بيه لنفسي، انا اللي ارضى لنفسي عليه. يعني انا زمان في بداياتي وانا صغيره سمعت جمله اتقالت من حد من الممثلين كان قاعد جنبي وانا كنت لسه في بداياتي، يعني فسمعته بيقول ان الممثل لازم يبقى زي الحقنه دايما ملفوف في قطن. فاستنيت عشان عايزاه يكمل، يعني عايزاه يقول ان فقدرت افهم منه ان الممثل ده لابد يكون مغلف على طول، اول ما يتشافش كتير عمال على بطال، ما يظهرش عمال على بطال، ما يتواجدش في اماكن مش المفروض يتواجد فيها. الفنان لابد انه ايه، او النجمه لابد انها تبقى بعيد، حاجه بعيده كده ما تقدريش تطوليها، فهماني؟ فحسيت ان لابد ان اكون انا واخده الشكل ده، وان ما حدش ياخد عني شكل تاني، لان الانطباع انت عارفه ان انا لما اكون قدامي معجبه ما ارضاش اكل قدامها. ليه؟ لما اكون مثلا في اي حته في فرح واكون حموت من جوه اروح اكل في بيتنا. ليه بقى يا بلبل؟ اكون في اي حته ما ارضاش. بيبصوا للنجم او النجمه ان ده زينا، بني ادم زينا، بيتصرف زينا. بيتهيأ لهم ان النجم ده او النجمه دي حاجة جاية من فوق، مش موجودة على الأرض. أنا زمان كنت أمشي في الشارع أمسك فستان هند رستم أشوفه ده فوق. طبعا هند رستم دي من اللي بعشقهم. طبعا هند رستم دي حقيقي ما كانت بالنسبة لي أفضل قاعدة في السينمات كده، بس أشوفها تتكلم إزاي، تقول إيه، تعمل إيه. فتخيلي دي بقى كنت أشوفها في الشارع الظهر وهي ماشية، يا سلام على الشياكة. طبعا الشياكه واللبس وماشيه ازاي والطريقه ازاي كله ده، فكل ده انطبع في ذاكرتي ان لابد النجمه، يعني دي صفات النجمه، لابد انها تكون دايما ان جود شيب، في شكل محترم، شكل كويس، ما يديش انطباع عنها. يعني لما اكون موجوده في حته كلي اقول لهم لا النجوم ما تاكلش. جماله ما تاكلش، اقول لهم بطني بتوجعني هموت بس ما تاكلش، ما اقدرش، فهماني؟ فهو ده عشان كده بعد كده هقلدك خلاص، يا اختي كل مره حته اقول لهم لا، فاقوم اقول انا ما اقدرش ايه، يعني اما اروح اكل بقى اكل براحتي واقعد بقى. انما في متطلبات بتبقى دايما على النجم او النجمه ان انت حتى لو بتاكلي لوحدك، عشان انا دخلت مره عليك وانت بتاكلي لوحدك، برضو سفرتك على سنجه 10، حتى السفره في البيت ازاي ترتيب الاكل وازاي النظام يعني ولوحدي؟ والله في بصي يعني انا كنت خلاص مسرح وجايه. والله بصي هقول لك على حاجه، هو ده جه في طبيعتي مرتبه يعني ايه الفكره في كده في طبيعتي؟ لا ده في الطبيعه وانا صغيره، يعني ده ما هو يعني جد جديد عليا المهنه بتاعتي فخلتني انا ازود في ده، انما ده من الصغر، من وانا صغيره حتى كنت اجنن ماما، يعني اخش الاوضه اهدلها الاوضه كلها وانا ضعيفه صغيره قد كده ما اقدرش اوضبها تاني. يعني هي اللي هتقوم تتغرس فيها. حرام عليكي ما في والله العظيم، واشيل ده من المطرح واحط ده وانقل ده واجيب ده واعمل ده، وفي الاخر اقعد ضعيفه مش قادره اكمل حاجه. فمع الوقت تقولي خليكي في خصوصياتك، الحاجات اللي تخصك، يعني مثلا عندي دولاب صغير كده تفتحيه والله العظيم متنظم مترتب كله لغايه بقى دلوقتي. يعني انا دلوقتي لو النور يطفي اعرف اطلع الفستان اللي هلبسه، واعرف احط المكياج، واعرف اسرح شعري. ما شاء الله كل حته. الله اكبر. لا والله ولا يهمك، انا بقول وانا سعيده بالصفه دي، انا مبسوطه بيها جدا.